مشاهدينا الكرام، مشاهدي تين تي في، اهلا وسهلا بكم. في هذه الاونه بيخضع حوالي 500,000 طالب من طلاب الثانويه العامه لاداء الامتحانات. امتحانات كان فيها غش جماعي وكان فيها تسريب اسئله كتيره من اسئله الامتحانات. هذا الملف وكثير من الملفات الاخرى بنفتحها النهارده مع ضيفي الدكتور محب الرفعي، وزير التربيه والتعليم السابق. سيدة الوزير، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. دعنا نبدا سيادة الوزير بدايه من ملف امتحانات الثانويه العامه. كيف ترى مشهد الامتحانات هذا العام؟ طالما النظام كما هو، وان الامتحانات تسير بنفس النظام، وان منظومه الثانويه العامه تسير بنفس النظام وبتركز على الحفظ والتلقين، طالما سوف نجد دائما هذا المشهد في الثانويات العامه، محاولات للغش، محاولات لتسريب الامتحانات، ولكن ينبغي ان يتغير النظام تغييرا كاملا ويتحول كما هو موجود في كل النظم التعليميه في العالم، سواء كان في اليابان او في انجلترا او في امريكا. كثير من الدول التي نهضت في مجال التعليم، ومنها ماليزيا وسنغافوره وفنلندا، كل هذه الدول تركز على مهارات البحث والتفكير، مهارات التفكير الابتكاري، التفكير الناقد، اتخاذ القرارات، حل المشكلات، ان يطلب من الطالب بحث يقوم به ثم يحصل على درجات من خلال هذا البحث. اعتقد ان تغيير منظومه الامتحان بشكله التقليدي العادي في غايه الاهميه، وان تكون الثانويه العامه مثلها مثل اي سنه اخرى الطالب يحصل فيها على الدرجات، وليس فقط هي التي تقف عند هذا الحد، ولكن ينبغي ان تكون ايضا درجه الثانويه العامه ليست هي الدرجه المؤهله للجامعه، لكن لابد ان يكون هناك ايضا اختبار قدرات في الجامعات. هذه الدرجه التي يحصل عليها الطالب سواء كان يريد الالتحاق بكليه الهندسه او بكليه الطب او غيرها من الكليات، فعليها ان يجتاز اختبار قدرات يضاف الى مجموع درجات الثانويه العامه وتؤهله بعد ذلك لدخول الجامعات. كل ده سيقضي على ما يسمى الغش. حتى لو الطالب غش في الثانويه العامه فانه لم يستطيع ان يجتاز اختبارات القبول في الكليه التي يرغب في التقدم لها. الغش الجماعي وتسريب الامتحانات هو المشهد السائد في امتحانات الثانويه العامه هذا العام. تفسير حضرتك لهذا المشهد؟ عايزين نقول يعني الغش بقى ثقافه عند كثير من الطلاب. نتحدث بمنتهى الصراحه ان كثير من الطلاب واولياء الامور يعتقدون ان الغش شيء عادي، شيء ينبغي أن يقوم به الطالب، وهذا هو خطورته على المجتمع. إحنا ينبغي أن نقضي على هذه الظاهرة. يمكن القضاء على هذه الظاهرة أولا بالنسبة للغش الإلكتروني، اللي هو الطالب يقوم بتصوير ورقة الامتحان ثم يرسلها إلى إحدى الصفحات المرتبطة بالغش ثم يأتي له الإجابة مرة أخرى. طبعا هو في غرفة عمليات داخل وزارة التربية والتعليم بتستطيع أن تصل للطالب الذي يرسل أو يصور ورقة الامتحان ويرسلها بطريقة معينة، يستطيع أن نصل إلى هذا الطالب ويمكن أيضا القبض عليه، لأن كان قبل أن أترك الوزارة كان هناك قانون قد تم إصداره بعد ذلك، وهو أن الطالب الذي يقوم بمحاولة الغش الإلكتروني سوف يحبس عام، وأيضا هناك تكون غرامة كبيرة توقع عليه. إحنا يعني وزارة التربية والتعليم بتطلب من الطالب أن أو ولي الأمر أن يكتب إقرار بأن الطالب لن يصطحب المحمول معه، لكن أنا شايف أنه لن تكون هناك حل لهذه المشكلة. ده نوع من أنواع الغش. يعني عايزين نتحدث بمنتهى الصراحة، الغش موجود من 20 سنة، من 30 سنة، من 40 سنة، ولكنه بيختلف بأدواته ووسائله. قبل ذلك كان الغش عبارة عن إيه؟ الطالب بيعمل ما يسمى برشامة ويكتب في ورقة صغيرة جدا ويضعها في وسط الأوراق ثم يغش. الآن أصبح هناك تكنولوجي فبيستخدم الموبايل في الغش. هذا نوع من أنواع الغش. لكي نقضي على هذه الظاهرة الغش الإلكتروني داخل اللجان، علينا أن نفصل الإشارة الخاصة بالموبايل داخل اللجنة. يعني الطالب يدخل بالموبايل والموبايل لا يعمل داخل اللجنة. ممكن نضع جهاز تشويش. هنتساءل عن التكلفة. ممكن بمنتهى السهولة احنا عندنا في الجامعات نقوم بامتحان الطلاب من خلال خيمة كبيرة جدا فناء المدرسة، يكون في خيمة كبيرة جدا، هذه الخيمة تشمل جميع اللجان الموجودة في هذه المدرسة، وبالتالي يبقى في سيطرة عليها، كل اللجان شايفة بعضها بشكل جيد، رئيس اللجنة شايف اللجان كلها، وهيبقى في صعوبة في أي كلمة في أي لجنة من اللجان هيشعر بها جميع اللجان، وبالتالي تقدر تسيطر على الغش من خلال الايه الكلام. وايضا يوضع جهاز، الجهاز ده احنا عندنا حوالي 1500، يعني الثانوية العامة تقريبا في حوالي 1500 لجنة او 1570 لجنة على مستوى الجمهورية. لو قلنا 1500 لجنة، عملنا خيمة في كل مدرسة كبيرة جدا وحطينا فيها اللجان دي، يبقى احنا سيطرنا عليها. هنضع جهاز تشويش. جهاز التشويش تقريبا هيتكلف سي 2000 جنيه،
يبقى انت كلفت 3 مليون جنيه، لو احنا ضربنا في 1500 لجنه يبقى بنكلف 3 مليون جنيه، 3 مليون جنيه تعيد للدوله هيبتها مره اخرى عندما يتحول الموبايل. لكن دكتور يعني عذرا للمقاطعه، ولكن جيد لعمليه الامتحان في وقت تنفيذ الامتحان، لكن الطلاب هذا العام يحصلون على الاسئله والاجوبه قبل بدء عمليه الامتحان بساعتين تقريبا يعني. إذا كان هناك هذا يبقى المنظومة داخل دي أول مرة تحدث يمكن في الثانوية العامة منذ سنوات كثيرة جدا، لكن يبقى معنى ذلك أن هناك من يعملون داخل هذه المنظومة لابد من التأكد منهم تأكد كبير جدا أنهم فعلا يتسمون بالنزاهة وبالشرف، ويبقى معمول لهم عايز أقول اختبارات وأيضا متأكدين من أنهم فعلا يعني لديهم مصداقية وشفافية، وأن يبقى في كنترول على المطبعة السرية بشكل كبير جدا، يبقى في كنترول على اللجان الفنية التي تقوم بوضع الامتحانات، وأن يكون في تجريم لكل من يتسبب في ذلك، وأن يكون في تشريع يعني عايز أقول يجرمه بشكل كبير. إذا أردنا أن نحصر هذه المشكلة وحلولها في نقاط، مشكلة الغش في الثانوية العامة، إذا أردنا أن نضع روشتة لهذه الأزمة، كيف ترى ذلك بصفتك يعني وزير للتربية والتعليم السابق وخبير في هذا الشأن؟ زي ما قلت لحضرتك الغش موجود من 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 فترات كبيره جدا لم يتوقف، يعني خلينا نتكلم منذ يعني كل يعني الفترات التي مرت على التعليم في مصر كان في هناك محاولات للغش، واختلفت وسائل الغش من استخدام الاوراق الى اليوم استخدام التكنولوجي. فانا قلت عايزين النهارده نمنع الغش باستخدام الموبايل، يبقى لازم الاشاره الموبايل داخل اللجنه يتم فصلها، ده اساسي جدا، وبالتالي لا يستطيع الطالب ان يرسل ولا يستقبل. يبقى في الحاله دي انت قضيت على ما يسمى بالغش باستخدام المحمول، احنا قضينا عليه بشكل زي ما قلت لحضرتك. احنا عملنا النهارده زي ما بيحصل عندنا في الجامعه، النهارده طلاب الجامعه ما بييجوا يمتحنوا في خيمه كبيره جدا، رئيس اللجنه الذي يجلس على الهاي تيبل يستطيع ان يرى اي طالب موجود، وبالتالي اي همس لاي لجنه يمكن ان يكون الصوت واضح جدا، ويبقى عندي 30 40 لجنه موجودين في نفس الوقت وكل اللجان شايفه بعضها. لان عايز اقول لحضرتك لما تكون هناك غرف مغلقه تجد انك انت في نفس اللجنه طلبه يتحدثون ان هناك غش في لجنه فصل ثالثه اول وثالثه رابع ما كانش فيها غش لان المراقبين كانوا شادين اللجان. فالنهارده لو كل اللجان مكشوفه امام بعضها هيصبح هناك صعوبه كبيره جدا ان يحدث غش، لان اي صوت هيتم في هذا العدد الكبير هيتضح بالنسبه لرئيس اللجان هيتوجه له، وكلاء اللجان هيتوجهوا اللي هم مراقبين كل عدد من اللجان هيتوجهوا الى هذه اللجنه. يبقى انا اعتقد ان يبقى في كنترول اكتر من ان هناك لجان في المدرسه كل فصل يمثل لجنه، ده هيقلل كثير جدا جدا مما يسمى بظاهره الغش الجماعي. لو قلنا ان في غش جماعي احنا بنعمل حاجه بسهوله، وزاره التربيه والتعليم بتعمل حاجه سهله جدا. النهارده لو كان هناك كلام على ان هناك غش في لجنه ما، اللجنه دي فيها سي 2000 ورقه، بنسحب 500، بيسحب وزاره التربيه والتعليم يسحبون 500 ورقه ويصححوها، اذا لقوا الاجابات متشابهه يتم الغاء اللجنه فورا. يعني سهله جدا. تاني، لو هناك غش جماعي ووصل شكوى بان هناك غش جماعي في لجنه ما، هذه اللجنه نفترض ان فيها 2000 طالب. اوراق ال 2000 طالب بتخضع الى ياخذ عينه من هذه الاوراق 500 ورقه. اذا وجدوا ان 500 ورقه نفس الاجابات بالنص، اصل يعني ايه غش جماعي؟ يعني بالميكروفون مثلا، فكل الطلاب بيكتبوا نفس اجابه او دخول اوراق اجابات نفس الاجابه، كل الطلاب بيكتبوا نفس الاجابه، هو ده الغش الجماعي. نعم. فالنهارده لو في غش جماعي معناه ايه؟ معناه ان ورقه كل طالب تشبه الورقه الاخرى في طريقه الاجابه. لكن هل هناك وقائع يعني حدثت قبل ذلك في هذا الشأن؟ كان وكنت العام الماضي في الثانويه العامه كان هناك شكاوى من ان هناك غش جماعي، احضرنا الاوراق وخدنا عينات من الاوراق وجدنا ان الطلاب اجاباتهم مختلفه. يعني ايه اجاباتهم مختلفه؟ يعني طالب مثلا يجيب السؤال الاول وبدا بالسؤال الاول، طالب ثاني بدا بالسؤال الرابع، طالب بالسؤال الثالث، طريقه الاجابه وصياغه الاجابه مختلفه، وبالتالي يدل على ان ما فيش غش جماعي. تاتي شكاوى في غش جماعي، لم يكن هناك غش جماعي، لكن في عمليات الغش الجماعي الاجابات اجابات واحده سهله جدا ان احنا نصل اليها. وزاره التربيه والتعليم تحصل على عينه من هذه الاوراق، اذا وجدت ان هناك تشابه كامل في الاجابه يتم الغاء اللجنه كلها.
الجهات المعنية في الدولة تسعى سعيا جادا لإنهاء مشكلة الغش الجماعي وتسريب الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة. يعني مجلس الوزراء أصدر قرارا بتعديل نظام الثانوية العامة، يعني لو تشرح لنا أهم سمات هذا القرار. أهم تعديل في الثانوية العامة هو أن تكون درجة الطالب في الثانوية العامة ليست هي الدرجة المؤهلة لدخول الجامعة. ده شرط أساسي. كل الجامعات في النظم التعليمية في العالم هناك ما يسمى اختبار القدرات، اللي هي اختبارات القبول في الجامعات. لابد أن يكون هناك اختبار قبول في الجامعات. من يريد أن يلتحق بكلية الهندسة عليه أن يجتاز اختبار قدرات يؤهله لدخول كلية الهندسة. من يريد أن يدخل كلية الطب عليه أن يتقدم الامتحان يؤهله للدخول لكلية الطب. وده موجود عندنا مش في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، النظام مطبق منذ سنتين تقريبا، وأنا شاهدته مع دكتور أحمد زويل إن هناك اختبارات قبول للعلوم والتكنولوجيا. النهاردة الطالب يريد أن يلتحق بكلية بتركز على العلوم والتكنولوجيا، إذا لابد أن يكون في العلوم وفي الرياضيات والتكنولوجيا جيد، فبيتم اختبار قدرات. إذا اختبار القدرات اللي بيجتازه، وأحيانا كثيرة جدا من يحصل على 90% لا يلتحق بالكلية، ومن يحصل على 80% هو اللي يلتحق، لأنها بتقيس قدرات على حل المشكلات، على اتخاذ القرارات، على مهارات الابتكار ومهارات الإبداع. مش مرتبطة ارتباط بالمنهج، يعني مش حفظ، وهو ده المهم عندنا. وبالتالي أولا رعب الثانوية العامة هينتهي، لأن الدرجة مش هي اللي هتحكمك. يعني ممكن طالب حصل على 80% يدخل كلية الهندسة، وطالب حصل على 90% لم يستطيع الالتحاق بكلية الهندسة. يبقى إذن الامتحان الرعب الخاص بالثانوية العامة هينتهي. إذا كان هناك طالب غش في الثانوية العامة فإنه لا يستطيع أن يلتحق بكلية من كليات ما تسمى القمة، لأنه سوف يرسب في اختبار القدرات. وبالتالي هذه الاختبارات سوف يكون لها أثر كبير جدا جدا في تطوير منظومة الايه؟ منظومة التعليم. وبالتالي كل طالب يحصل على الفرصة التي يستحقها عندما يلتحق بالجامعة. لكن هل يعني ذلك إلغاء فكرة تنسيق القبول بالجامعات؟ التنسيق موجود، تبقى عبارة عن شرائح. يعني ايه؟ يعني مثلا هنقول ان من يريد ان يلتحق بكلية الطب من 85% حتى 100%، يبقى المجموع مرتبط بهذه الشرائح. لكن ممكن طالب جايب 87% يجتاز الاختبار، وطالب جايب 90% ما يجتازش الاختبار. اذا الاجراءات كما هي، لكن بعد اجراءات القبول يخضع الطالب لاختبارات لدخول الكليه. بالظبط كده، التنسيق موجود، لكن هيحددوا يعني شرائح محدده لدخول الايه؟ لدخول كل كلية من الكليات. أيضا لابد أن تكون بقى شهادة الثانوية العامة في هذه الحالة مش سنة وانتهت، لا، يعني بقى زي ما موجود في العالم كله. يعني احنا عندنا في مصر حضرتك لو التحقت السنة دي بالثانوية العامة 2015-2016 وجبت تتقدم بيها السنة اللي بعد القادمة، ما ينفعش تعتبر الشهادة ايه؟ ما ينفعش انك تقدم بها في الجامعة. لا، لابد أن تمتد هذه الشهادة على الأقل 5 سنوات. لماذا؟ أنا طموحي أني أدخل كلية الطب، تقدمت وانا حصلت على 90% في الشريحة المطلوبة، ثم تقدمت لم اجتاز اختبار ايه؟ القدرات. ممكن يقعد سنة يدرس كورسات ويدرس موضوعات معينة ويقرأ في هذا المجال ويبقى وينمي قدراته ومهاراته، ويتقدم مرة اخرى لايه؟ للالتحاق بكلية الطب. قد يلتحق بكلية الطب، وبالتالي ده هيتطلب ان شهادة الثانوية العامة تعتبر قابلة للتقدم للجامعات، مثلا نعتبرها 5 سنين 10 سنين وفقا ما يرى المجلس الاعلى للجامعات في هذا الامر. بخصوص هذه النقطة يا دكتور، يعني قبل تسجيل هذا اللقاء كان لي لقاء مع حضرتك وقلت ان كثير من الطلاب يحصلون على دية في امتحانات الثانوية العامة ويفشلون خلال المرحلة الجامعية، يعني تفسير حضرتك لده ايه؟ ان نظم الامتحانات عندنا بتقوم على الحفظ والتلقين، وعلشان كده انتشار الدروس الخصوصية يمكن منتشرة بسبب الحفظ والتلقين. هو المعلم يقوم بأن الطالب يحفظ حتى في الرياضيات المسألة وطريقة حلها، إذا جاءت المسألة بالشكل الفلاني تحل بالشكل الفلاني، إذا جاءت المسألة بالشكل الفلاني. وبالتالي الطالب حتى عندما يلتحق بكلية الهندسة، عندنا مثلا في جامعة عين شمس كلية الهندسة من الكليات الصعبة جدا، عندما يلتحق في إعدادي هندسة تجد أن النتيجة منخفضة جدا، طالعة ممكن تطلع 20% في إعدادي، وأن طلاب كثر كانوا حاصلين على درجات عالية يحصلون على تقدير مقبول على سبيل المثال. معنى كده ايه؟ معنى كده ان هذا الطالب لم يكن مؤهلا جيدا للقبول بكليه الهندسه. لو في اختبارات قبول لهذه الكليه، معنى كده ان احنا بنسميها اختبارات تنبؤيه. يعني ايه اختبارات تنبؤيه؟ يعني تستطيع ان تتنبأ بان هذا الطالب يمتلك المهارات والقدرات والمعارف التي تمكنه من ان يواصل التعليم في كليه الهندسه بشكل جيد. نعم، فلابد ان يكون هناك اختبار قدرات
هو الذي يستطيع أن يحل كثير من مشكلات ومسالب الثانوية العامة. دعنا نعود مرة أخرى إلى التعليم الأساسي. هناك اتهام دائم ومستمر من المواطنين للمناهج الدراسية، المناهج الدراسية لا تتناسب مع عقليات والأطفال في المرحلة الابتدائية. هل هذا الاتهام يعني صحيح؟ وإن كان صحيح كيف نعالج هذا الأمر؟ خلينا نتكلم المناهج، لكي نضع المناهج، أنا أستاذ مناهج وطرق تدريس، لكي نضع المناهج عندنا ما يسمى خريطة المدى والتتابع، بنسميها السكوب أند سيكونس. العالم كله بيشتغل بهذا الشكل، بتبدأ حضرتك تحط المنهج من أول. على سبيل المثال في اللغة العربية، ماذا نريد في اللغة العربية أن نعلم الطالب من أولى ابتدائي حتى المرحلة الإيه؟ مرحلة الثانوية. هناك بعض المعارف، المهارات، الجوانب الوجدانية زي القيم والاتجاهات وغيرها، بتحددها ثم تضع هذه في شكل خريطة منظومة، بيتحرك رأسي وأفقي. فأنت رأسي بتيجي في أولى ابتدائي، تانية، تالتة، رابعة، خمسة، وانت ماشي كده بالإيه؟ بالعكس بتشوف بقى اللغة العربية مع الدراسات الاجتماعية مع العلوم مع كذا، يبقى انت بتعمل حاجة مهمة جدا، بتشيل ما يسمى الحشو والتكرار. نعم. يعني مفيش موضوعات تكرر، ودي المشكلة اللي كانت موجودة في كثير من المناهج عندما تم حذف بعض الأجزاء من المناهج. قالوا تم حذف، الحذف ده بناء على أن هناك حشو وتكرار. هديك على سبيل المثال، مثلا العام الماضي كانت هناك أثارت بعض وسائل الإعلام أنه قد تم حذف صلاح الدين الأيوبي من منهج القراءة للصف الخامس الابتدائي. وأنا عايز أقول لحضرتك أن صلاح الدين الأيوبي موجود في الدراسات الاجتماعية بنفس التفاصيل اللي كان موجود بها في موضوع القراءة، فده احنا بنسميه تكرار، ممكن تلاقيه متكرر اكتر من ايه، اكتر من. وبالتالي علينا ان نحذف الموجود عشان ما يبقاش فيه تكرار. ده بيضمن ان ما فيش تكرار، يضمن ان كل حاجه وفقا لمستوى الطلاب، ان احنا نركز بقى على الكيف وليس الكم. هو ده المشكله عندنا في مصر. انا هقول لحضرتك ليه مهارات البحث والتفكير، بديك مثال ونموذج مختلف خالص للتعليم في مصر لو طبق. واحنا فعلا كنا عملنا في وزاره التربيه والتعليم، عملنا كراسات انشطه لتنميه مهارات التفكير من الصف الاول الابتدائي الى الصف الثالث الاعدادي، وكنا بدانا فيها بشكل جيد. فانا هقول لحضرتك على سبيل المثال، احنا مثلا عايزين نظام يعني منظومه الامتحانات تتغير، يبقى 60% من الدرجه على مهارات البحث والتفكير و10% على الحضور والسلوك اللي احنا بنقول السلوك لازم يكون له درجات. نعم. ثم بعد كده 30% على المفاهيم الرئيسيه الموجوده. انا هدي حضرتك مثال في الدراسات الاجتماعيه. عندي طالب، احنا عندنا دراسات اجتماعية عندما نتكلم عن الزعماء، الزعيم جمال عبد الناصر، الزعيم انور السادات وغيرهم من احمد عرابي، كل هذه المجموعة. انا حدي حضرتك مثالين، طالب هيجي هنتكلم عن انجازات وما قام به جمال عبد الناصر وانور السادات في هيبقى 40-50 صفحة. انا ممكن اكتب ده صفحة للزعيم جمال عبد الناصر وصفحة للزعيم انور، لكن ادي الطالب اقول له ايه بقى، اقول له اعمل لي بحث واعمل سيرش على الكمبيوتر وخش على مصادر المعرفة المختلفة وهات لي إنجازات وإخفاقات كل من الزعيم جمال عبد الناصر والزعيم أنور السادات، وقول لي بعد كده بعد ما تجمع الداتا دي كلها إيه هي الإنجازات وإيه هي الإخفاقات، ولو كنت مكانهم في الوقت اللي هو حصل فيه إخفاقات كنت ممكن تعمل إيه وقتها، وتكتب لي بحث بهذا الشكل. إذا أنت دربت الولد على عدد من التفكير بالظبط كده، عدد من المهارات. أولا جمع المعلومات، صنفها، لخصها، شاف بعد كده ايه الحلول المقترحه لحل مشكلات، يعني خلي مشكلات قابلتهم، ما هي المقترحات لحلول هذه المشكلات. نعم. ثم قد يقدم تصور في ابتكار وابداع لطرق حل قد لا تكون ايه موجوده، وبالتالي انت هنا علمت عدد من المهارات الاساسيه، وبدل ما كان هيحفظ 50 ورقه اصبح يفهم 200 ورقه. نعم. وكتب لك 200 ورقه في البحث. اذا انت عملت ايه، حولت التعليم من الحفظ والتلقين الى الايه، الى الكيف اللي هو المهارات، مهارات التفكير ومهارات خاصه باتخاذ القرار، وهو ده اللي احنا بنقوله. وبالتالي هنا ممكن انا اخلي اللي الطلبه بيشتكوا منه دايما ايه، الدراسات الاجتماعيه كتير وعايزه حفظ، لا انت ممكن في الحاله دي تحولها بهذا الشكل، يعملوا انشطه معينه يشارك فيها عدد من الطلاب، نموذج لحاجه في العلوم لابتكار معين في بشيء معين، وبعدين يعملوه مع بعض كفريق عمل وتديهم عليه درجات. في الحالة دي انت ممكن تغير التعليم عندنا مرة تانية من الحفظ والتلقين الى مهارات البحث والتفكير. بخصوص هذه النقطة، كانت لكم تصريحات خلال تواليكم وزارة التربية والتعليم بان التعليم الاساسي وخاصة المرحلة الابتدائية هي الاساس في بناء الطالب على مستوى دراساته الكاملة. برأيك كيف تتحقق
هذه النظرية، كيف نرتقي بعملية التعليم الأساسي في مصر؟ التعليم الأساسي في مصر عايزينه ليه؟ يعني إيه أهداف التعليم الأساسي في مصر؟ يكتسب التلميذ 4 مهارات أساسية: مهارات القراءة والكتابة، مهارات الحساب، مهارات لغة من اللغات، نديله مثلا اللغة الإنجليزية، وبعض القيم الأساسية. احنا بص، أهم حاجة في التعليم الأساسي منظومة القيم، إن احنا نرتب عند الولاد قيم: قيمة الصدق، قيمة التعاون، قيمة حب الوطن والانتماء للوطن. هذه منظومة قيم مهمة جدا. يبقى أنت بتتكلم عن مهارات قراءة وكتابة، مهارات حساب، مهارات لغة من اللغات، الأنشطة بقى المرتبطة بالرسم وبالفن وفي نفس مهارات رياضية، وفي نفس الوقت انك انت بتديه منظومة قيم علشان تشكل في المرحلة دي قيم التلميذ ده. عايز اقول ان يمكن وكنت في الوزارة كان عندنا مشكلة كبيرة جدا، وانا بحب اعترف دايما بالمشكلة، عندما كنت عندي ان انا اضع يدي عن مشكلة ثم اشخص هذه المشكلة ثم اجد الحل. فاحنا عايزين نقول ان كثير من التلاميذ بينهوا مرحلة التعليم الاساسي اللي هي الصف الثالث الاعدادي ولا يجدون قراءة وكتابة. فطلبت من مركز القومي للامتحانات وقتها ان يقوموا بعمل اختبار يسمى اختبار خاص بالقراءة والكتابة، علشان نعمل برنامج اسمه برنامج القرائية لعلاج ضعف القراءة والكتابة عند التلاميذ، ويتعلموا الولاد القراءة والكتابة بالتشكيل. وبالفعل ده تم تطبيقه. فعلا وجدنا من يعني كان عندنا انا فاكر التاريخ 22/4/2015 تم تطبيق الاختبار، وبتطبيق الاختبار جبنا كان هناك من يراقب على الاختبار من خارج المدرسة، مش المدرس اللي بيدرس لمين؟ للتلاميذ، ودي مهمة جدا. وعملنا الاختبار وجدنا ان كان حوالي 2,800,000 تلميذ وتلميذة في صف الثالث والرابع الابتدائي، كان هناك 1,200,000 رسب في الاختبار. معنى كده عندنا رقم كبير جدا. 1,200,000 رسبوا في اختبار اسمه التشخيصي، اختبار التشخيصي عشان نشوف هل هؤلاء يستطيعون القراءة والكتابة بشكل جيد ام لا يستطيعون القراءة والكتابة. يعني حوالي نسبة 60% بالظبط، يعني تقريبا حوالي نقدر نقول 40%. لكن ما تم بعد ذلك ان كان هناك برنامج لعلاج هذه المشكلة اسمه برنامج القرائي، وبدأنا ندرب، قلنا فين المشكلة؟ عند المعلم. فتم تدريب حوالي 70,000 معلم لغة عربية في مرحلة التعليم الأساسي على استخدام برنامج القرائية اللي هو علاج ضعف القراءة والكتابة عند التلاميذ، بل تمكنهم من القراءة والكتابة بالتشكيل. وتم فعلا تدريب المعلمين عليه بشكل جيد، وتم هؤلاء المعلمين كانوا بدأوا في الأجازة في فترة الصيف انهم يعني يدرسوا لهؤلاء الطلاب، وكنا يعني كان في مرتبط بقى بأنشطة رياضية موجودة وقتها، عملنا لهم مجموعة أنشطة وأنشطة فنية بالإضافة إلى وجبة بتقدم لهم من خلال بقى مؤسسات المجتمع المدني، ونجحت التجربة. وتقريبا قدرنا من 1,200,000 نص مليون منهم استطاعوا القراءة والكتابة بشكل جيد، وفي الامتحان اللي احنا عملناه بعد كده ونجحت التجربة، وكان المفروض يستكمل بعد ذلك مع بداية العمل الدراسي. نعم. إلى جانب شكاوى المواطنين من صعوبة المناهج، يشتكون من التكدس الطلابي داخل الفصول، 50 طالب و60 طالب داخل الفصل الواحد، يعني كيف يستوعب الطالب هذا الكم من المعلومات في الحصص أو المحاضرات الدراسية وهو يجلس في فصل مكتظ بالطلاب بهذا الشكل؟ مشكله هنرجع مره اخرى مشكله المباني. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في المباني التعليميه، احنا محتاجين نبني، وزاره التربيه والتعليم محتاجه تبني مباني تعليميه كتير جدا. مشكله في بعض الاماكن زي الجيزه على سبيل المثال، قد لا تجد ارض يوجد، ومشكله المصريين عندهم ثقافه المكان. يعني ايه الارتباط بالمكان؟ يعني ايه الارتباط بالمكان؟ ان كل ولي امر عايز المدرسه اللي جنب البيت، فما كانش في اماكن لدرجه ممكن تعمل مدرسه بعيده يكون فيها عدد قليل من الطلاب، والمدرسه القريبه هي اللي فيها التكدس. ففي احيانا سوء توزيع، ممكن يعمل ايه؟ توزيع مره ثانيه ممكن نضع مدارس في الظهير الصحراوي على سبيل المثال، ونجيب باص يوصل التلاميذ رايح جاي. يبقى انت كده حليت مشكله المكان، لان المشكله فين؟ المشكله في المكان، انك تجد مكان تبني فيه مدرسه. فده حل. ايضا فكره بقى ان يكون في 50 تلميذ او 40 تلميذ، ده متوقف على مهارات المعلم. المعلم ممكن يكون عنده 50 تلميذ ومعلم يستطيع ان يعني يوصل المعلومات بشكل جيد الى التلاميذ من خلال مهاراته التدريسيه. فممكن يكون في مراكز الدروس الخصوصيه، ولو وجدنا في مراكز الدروس الخصوصيه هنلاقي في 200 تلميذ 200 طالب من طلاب الثانويه العامه موجودين في قاعه، والمعلم يستطيع ان يوصل لهم المعلومات بشكل جيد. اذا هل نقبل بفكره التكدس الطلابي؟ لازم تتحل، بس لما تتحل يبقى في حلول بديله اخرى. يعني النهارده هتتحل مثلا على سبيل المثال في خلال 2-3 سنين اما تبني مدارس اخرى. وما تنساش ان احنا عندنا مشكله، خلينا نتكلم بقى على المشكله السكانيه. انك انت النهارده بتضيف تقريبا حوالي 2,300,000
طفل بيضافوا كل سنة لمصر، فانت النهاردة عايز منهم مدارس دول كل فترة، فمفروض انك انت تسيطر على المشكلة السكانية عندك في مصر. تاني حاجة انك انت هتعمل ده على مرحلة معينة، لكن اثناء ذلك لابد ان تبحث عن ان تنمي مهارات المعلم للتدريس في ظل هذا العدد الكبير. إذن يبقى المعلم هو الشريك في العملية التعليمية، كيف نرتقي بالمعلم؟ بص اقول لك على حاجة، فنلندا وصلت الى افضل الان افضل دولة في العالم في العلوم والرياضيات والابتكار، فنلندا نمرة واحد مستوى العالم في التعليم. يرجع الى المعلم، عندهم معلم، اولا التعليم عندهم المعلم له هيبه في المجتمع، هذه نمره واحد، واحترام وتقدير من المجتمع. نمره اثنين، في هناك دروس خصوصيه؟ لا، نمره اثنين اعلى راتب، اعلى مرتب في ما يحصل على مرتب هو المعلم، يبقى ثاني حاجه انه له راتب ايه؟ راتب عالي وله احترام. اقل معلم بيدرس حتى في التعليم الاساسي معه ماجستير. يبقى هناك معايير لاختيار المعلمين، معايير في منتهى الدقة، بتركز على قيمه، على أخلاقياته، على مهاراته، على إمكانياته بشكل جيد، فاختاروا أفضل نوعية من المعلمين، وبالتالي استطاعوا هؤلاء المعلمين أن يخرجوا أفضل نوعية من التلاميذ. فنلندا رقم واحد الآن على العالم في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والابتكار بسبب المعلم. يبقى المعلم عنصر أساسي في العملية التعليمية. لابد ان يكون هناك، احنا كنا يعني فاكر واحنا كنا في الوزاره وكان هناك قانون للتعليم بيتم تعديله، وفي ممكن تحسين مرتب المعلم في خلال 5 سنوات القادمه، نحسن مرتب المعلم بشكل جيد، لكن يرتبط بذلك ان الحوافز والمكافئات التي يحصل عليها ترتبط باداء داخل المدرسه. وكيف الذي يؤدي الاداء داخل المدرسه؟ الذي يؤدي استمارات تقييم له، يعني إجابات التلاميذ ودرجاتهم داخل المدرسة بشكل مستمر، تقويم مستمر لهم، عايز أقول تقييم مستمر لهذا المعلم، مش مرة. بهذا التقييم عندنا عندنا الوزارة التربية والتعليم فيها تقريبا حاليا 3500 متابع على سبيل المثال، فيها عدد كبير جدا من موجهين يمكن أن يتم تدريبهم على التقييم بشكل جيد، كيف يقيم بشكل جيد المعلم، ويكون التقييم ده فعلي وحقيقي وفي مصداقية وفي شفافية وفي موضوعية، وبالتالي المعلم الذي يتميز يحصل على إيه؟ على أفضل مكافآت وأفضل يعني حوافز، بينما المعلم الذي لا يجيد عليه أن يكون هناك، وبالتالي أنت بتبني منظومة ثواب وعقاب داخل هذه المؤسسة، يمكن من خلالها أن المعلم الذي يجيد داخل المدرسة وداخل المنظومة يحصل على أعلى حوافز وأعلى مكافآت، المعلم الذي لا يجيد عليه أن يحصل على قدر ضئيل، ولكنه إذا أجاد سوف يحصل على هذه المكافأة. يبقى أنت عملت منظومة جيدة داخل المدرسة. نعم، لكن كيف يعني قبل أن تطبق فكرة الثواب والعقاب لابد أن توفر للمعلم الإمكانيات، يعني هل ترى أن الإمكانيات المتواجدة في المدارس في هذه الآونة في مصر كافية لأن نجد أو أن نوجد نموذج من الطالب المتفوق دراسيا؟ أنا عايز أقول لحضرتك أن المدارس على سبيل المثال كل مدارس التعليم الأساسي فيها معمل كمبيوتر او مسمى فصل فيه كمبيوترز كامل، انت ممكن تجيب كمبيوتر كمان او اثنين في المكتبات المدرسيه. النهارده في المشروع الخاص ببنك المعرفه، بنك المعرفه في كل مصادر المعرفه اللي تحصل عليها، ممكن الطالب يبقى على الموبايل ياخد هذه المعارف يكتب منها بحث يخش يتعلم منها، كانت ممكن تربط ده كله بالتعليم في مصر، تربط البنك ده بان هو يغذي المعارف ومصادر المعرفه جوه المدرسه. اعتقد ان ممكن انك تحط في بنيه تكنولوجيه دلوقتي في المدرسه ممكن تتوفر بشكل جيد، المهم ازاي تستخدمها، المهم ازاي تخلي مهارات المعلم. انا عايز اقول لك احنا بنتعامل مع مواليد العصر الرقمي، يعني كل اولادنا اللي جايين دول هم يسموا الان ما يسمى مواليد العصر الرقمي، الولد يبقى عنده 5 سنين و6 سنين و7 سنين ويتعامل مع الموبايل ومع الكمبيوتر بشكل رائع جدا. وبالتالي انا هسال حضرتك سؤال، هل يمكن النهارده لتلاميذ في مرحله التعليم الاساسي او مرحله الثانويه يكون قدراتهم وامكاناتهم ومهاراتهم في التكنولوجي وفي التعامل مع الكمبيوترز وفي التعامل مع الموبايل اعلى من المدرس نفسه؟ دي مشكله. نمره اتنين، ازاي نستغل بقى التكنولوجي ده؟ انا هدي حضرتك مثال، ان الولايات المتحده الامريكيه الان بتحط كورسات على اليوتيوب، اذا عندنا وهناك دراسه تؤكد ان نسبة كبيرة جدا من الشباب من سن 15 لسن 25 مع اتحاد الدولي للاتصالات انهم يقضون معظم اوقاتهم امام شبكات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك او اليوتيوب. ازاي تستغل انت
كمؤسسة تعليمية أو كنظام تعليمي هذه الوسائل علشان تقدر تجذب الولاد إنهم يتعلموا من خلالها. عشان كده أقول لك التعليم مش بس جوه المدرسة، ممكن تستخدم آليات تساعد على التعليم. لازم نفكر بشكل مختلف، يا ترى التكنولوجيا اللي موجودة دي ممكن نستفيد منها بشكل ممكن نستفيد منها بشكل جيد، وممكن نربط مع بنك المعرفة في هذا الأمر وننزل مصادر المعرفة دي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب ونقدر نتعامل معها ونعطيها لولادنا يقدر يتعلموا من خلالها. خلال تواجدك في وزارة التربية والتعليم كان هناك سعي لتطبيق اليوم الكامل، ما هو اليوم الكامل وما الفائدة منه؟ ده موجود تقريبا برضو في، عايزين نقول في نظم التمانية في العالم كله مش في مصر بس، ان التلميذ او الطالب بيقضي في المدرسة وقت من 8 صباحا الى الخامسة مساء، لكنه ينهي كل واجباته في المدرسة. يعني في المدرسة بيتعلم، تبقى في حصص خاصة بالتعليم، ثم يتابع المعلم معه حل جميع واجباته، ما بيروحش معه واجبات منزلية خالص، لكن بعد كده الأوقات التي يذهب فيها للبيت بيمارس فيها حياته، يعني يمارس بقى ألعاب على جيمز على الكمبيوتر، يعمل اللي هو عايزه، لكن في الآخر عليه أن ينهي كل واجباته وتعليمه في المدرسة ولا يكون هناك واجبات منزلية. أبرز المعوقات التي تقابل أو تواجه عملية التعليم في مصر، وإذا أردنا أن نوضح أو أن نوضع لها روشتة. أول حاجة عندنا عايز أقول مرتب المعلم المتدني نمرة واحد، وبالتالي أول حاجة أنك ترفع مرتب المعلم، ثانيا أنك تنمي مهاراته وقدراته وإمكانياته في مجال التدريس وفي مجال التكنولوجيا علشان يقدر يواكب التطورات التكنولوجية الموجودة. ايضا انت لسه قال مشكله التكدس داخل الفصول تتحل بس بشكل معين، ممكن على مراحل تتحسب بشكل معين، ان يكون في بنيه تكنولوجيه اكتر. احنا عندنا بنيه تكنولوجيه، فبنيه تكنولوجيه ان التعليم في مصر نظم الامتحانات اللي عندنا ونظم الامتحانات كلها تقوم على الحفظ والتلقين. الولد اللي حافظ بيخش يجيب 100%، الولد اللي فاهم ممكن تلاقيه جايب 70% 80%، بيقول لك ما بعرفش احفظ، هي دي المشكله عندنا. وبالتالي يتحول التعليم من الحفظ والتلقين الى مهارات التفكير. عايزين نقول المناهج تتحول من الكم الى الكيف، واديت لحضرتك مثال ازاي نقدر نعمل ده بشكل جيد. يبقى احنا هنركز على المعلم، اولا نرفع راتب المعلم، ثانيا ننمي مهاراته وقدراته وامكانياته من خلال الاكاديميه المهنيه للمعلمين، ان نطور المناهج بشكل يركز على الكيف وليس على الكم من خلال خريطه المدى والتتابع، ان احنا نقدر نغير نظام الامتحان، وان نظام الامتحان يقيس مهارات التفكير الابتكاري واتخاذ القرارات وحل المشكلات والابداع، بدلا من ان يقيس الحفظ والتلقين وهو ده ادنى مستوى من مستويات المعارف. يعني المعارف عندنا بترتقي من التذكر ثم الفهم فالتطبيق فالتحليل فالتركيب فالتقويم، احنا ادنى مستوى اللي هو التذكر والحفظ، اللي انا عايز اقول لحضرتك 70% منه بيتنسي بعد ما ايه، بعد ما كانش 100% بعد ما يخرج الامتحان تحس ان هو لم يدرس اي شيء. وعشان كده يمكن احنا بنعاني في الجامعه من الطلاب عندما ياتون الينا في الجامعه، نجد ان الطالب لا يستطيع ان يقوم بعمل بحث، لا يستطيع ان يقوم بتلخيص كتاب يتم التدريس له، يقدر يلخص موضوع من الموضوعات يتناقش في هذا الموضوع، ليس لديه قدرة على مهارات حل المشكلات. كل ده لازم يتعالج في المدارس ثم يأتي إلى الجامعة يستكمل ما قامت به مرحلة التعليم الأساسي أو التعليم العام. الدكتور وزير التربية والتعليم السابق، شكرا جزيلا لك. كان هذا لقاء مع دكتور محب رفعي وزير التربية والتعليم السابق حول التعليم في مصر وامتحانات الثانوية العامة هذه الأيام. أشكركم على طيب المتابعة، ونعود الآن لاستكمال بقية فقرات كل يوم في رمضان. في أمان الله.